5 يناير ممدوح عبد العليم، من مواليد سنة 1956. اتخرج عبد العليم من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وابتدى مشواره الفني من طفولته، فكان أوائل ظهوره من خلال برامج الأطفال، والتلمز على إيد المخرجة إنعام محمد علي علشان يكون أول ظهور ليه وهو طفل في مسلسل الجنة العذراء. استمر عبد العليم في عشقه للتمثيل وكمل مشوار قدم فيه أكتر من 80 عمل، ما بين أفلام زي بطل من ورق، العذراء والشعر الأبيض، وكتيبة الإعدام. وفي روائعه التلفزيونية قدم عبد العليم مسلسلات زي ليالي الحلمية، ليلة القبض على فاطمة، الضوء الشارد.